هذا يقول هل الأرض ثابتة أم تتحرك؟ ها ثابتة ولا تتحرك؟ في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا، ولكن بعض مثل المسعري هذا يسخر من فتوى الشيخ عبد صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو يعني رجل عقلاني فلا يلتفت إليه، ولكن الأرض كما أخبر جل وعلا أنها ثابتة أن تميد بكم، وأخبر أن الشمس هي التي تدور والشمس تجري لمستقر لها، وقال جل وعلا عن الشمس والقمر وكل في فلك يسبحون، وقال جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا من الأدلة، والأدلة أيضا كثيرة عن الشمس التي تدور. الأدلة العقلية بارك الله فيكم، لأنكم تقولون أنهم نظريات وما أدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي، هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ ثانيا من الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من البيت المعمور، أين البيت المعمور؟ في السماء السابعة، محاذاة إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام لو سقط سقط على إيش؟ الكعبة. أنتم تقولون الأرض تدور، طيب لو سقط هذا والأرض تدور ما يسقط على الكعبة، يسقط في البحر أو يسقط في المحيط أو يسقط في البر هكذا، هذا يدل على أن الأرض ثابتة، أن البيت المعمور لو سقط يسقط ما إيش مباشرة محاذاة الكعبة، يدل على أن الأرض ثابتة. وهذا يا إخوان يعني أنتم مباشرة إذا ظهر يعني لا يأتي شخص ويقول كذا وكذا وكذا ونطير به، عندنا نصوص ثابتة وعندنا علوم شرعية نرجع إليها. ولذا الغرب، وهذا مما يعني توسع فيه بعض الناس من الإعجاز العلمي وكذا، وأنظر إلى القرآن يفعل كذا وكذا، يقول هذا مذكور في القرآن قبل 1400 سنة وكذا، طيب لماذا لم تكتشفوه بما أنه في كتابكم من 1400 سنة وأنه كذا وكذا؟ قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هوليود مدري فين، وقالوا خرجوا إلى القمر ولا شيء، ونحن صدقناهم وجرينا خلفهم.